السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على رسول الله. كيف حالكم شباب؟ ايش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بألف صحة وسلامة. طبعا شباب، اول شيء انا احب اعرفكم بنفسي، انا فراس محمد من قناتي الجديدة اللي اسمها فراس محمد. ان شاء الله راح استمر معكم في القناة الجديدة هاي. القناة راح يعني تشرح مجال التقنية ومجال يعني شروحات في مواقع التواصل، فيسبوك، انستغرام، تويتر، اي شيء يعني من مواقع التواصل. يعني راح يكون في شروحات اخرى باذن الله. طبعا يعني تقدر تقول انه راح تكون هاي القناة بنسبة 90% او 80% يعني راح تستمر على نفس النهج في هاي القناة. طبعا هاي قناتي الاولى، وان شاء الله راح استمر معكم في القناة هذه. طبعا اليوم عندنا شرح زيادة متابعين انستغرام يعني لا محدود. الطريقة فوق يعني ما تقدر تقول 100 أو 200 أو 1000 أو 2000، لا محدود. يعني ممكن تسيبه يضيف لك في اليوم 50 ألف أو 100 ألف متابع في يوم واحد، وممكن تضيف أكتر من هيك. تابع معي. أول شي شباب راح نفوت على الموقع الأول، وهذا هو الموقع يعني الأقوى يعني من بين المواقع. تمام، أول شيء أنت هتفوت على الرابط، هحطلكم الرابط تحت الفيديو بالوصف. أنت هتفوت على الرابط، هيجي معك على هذا الشكل، راح تضغط على هاي الكلمة. طبعا هنا راح يجيك اختصار رابط من الموقع نفسه، راح تضغط على هاي الكلمة. ترجع للموقع بيكون فتح لك واجهة تسجيل الدخول. تمام، هنا بيطلب منك يوزر الحساب، راح نجيب له اليوزر. وهنا بيطلب منك الباسورد، بعد ما تكتب الباسورد تضغط على هاي الكلمة. هذا الموقع هو اقوى موقع من بين المواقع، هذا بتقدر تضيف من خلاله طبعا مثل ما بدك، قد ما بدك تقدر تضيف. ممكن تضيف 10 ألاف في وقت معين، او وقت ساعة او ساعة ونص، ممكن تضيف 20 ألف، ممكن تضيف 30 ألف، مثل ما بدك او قد ما بدك تقدر تضيف. والحلو في هذا الموقع انه بتقدر انت تسجل بحساب يعني وهمي، وتضيف المتابعين لحسابك الأساسي. مثلا أنا هشرح على هذا الحساب، هذا الحساب أنا عملته جديد، راح نفوت عليه. طبعا هنا تضغط على هاي الكلمة، هاي لما تضغط على هاي الكلمة هلا راح يبدأ هو يجيك متابعين، أنت تضيف تتابع الناس لحاله تلقائي، بصير الحساب الوهمي يتابع الناس. تنزل لتحت، ممكن تضيف المتابعين على حسابك الأساسي، وممكن تضيفهم على نفس الحساب هذا. يعني أنا عندي الحساب الأساسي هذا هو، طبعا هذا هو حسابي الأساسي، لكن أنا يعني تقدر تضيف عليها، بس انا على اني عامل اللي هو الحساب خاص، فما راح تشوفه المتابعين اذا كان اجاني او لا. يعني اذا انت بدك تضيف على حسابك الاساسي بتنسخ اللي هو اليوزر حسابك وبتحطه هان، لكن اذا ما بدك تضيف على حسابك الاساسي، بدك تضيف على حسابك الوهمي او الحساب اللي انت سجلت فيه، راح تجيب اليوزر تبع الحساب اللي انت سجلت فيه بالموقع وتحطه هان. تمام، لاحظ معي، انا عندي يعني انت لا تطلع هان، انت تطلع على كم شخص راح اتابع، راح يجيني متابعة. راح اضغط هنا، نعمل هيك، مش مشكلة. تمام، انا فون بديت، كان عندي 2 صار 21 ولسه راح يتابع.
طبعا الموقع هذا بيبعت لك بسرعة وبيبعت لك كتير فوق الخيال. تمام، هلا هذا الموقع راح اترك لكم اياه، اول موقع من الموقعين هدول راح يكون في الموقع الاول، وراح احط الموقع هذا الموقع الثاني تحته. تمام، راح تستفيدوا كتير جدا جدا من خلال المتابعين من خلال هذا الموقع، والموقع الثاني كمان مش قليل. طبعا راح نفوت على الموقع الثاني. الموقع الثاني برضو طريقة التسجيل كالآتي، تضغط على هاي الكلمة بالأزرق، تحط اليوزر وتحط الباسورد كمان هان، تختار تسجيل الدخول. الحين لسه دخلت على الموقع، مثل ما انتم شايفين شباب بيعطيك الموقع 100 تعليق، 300 متابع، 400 لايك، ورائع جدا في اللايكات. تمام، انت بدك 300 متابع وهذا شي يعني كبير بالنسبة للمواقع، تضغط على اللي هي كلمة رقم 300 متابع، واشوف ان انزل تحت. تمام، تنزل هان، تكتب هنا اسم المستخدم اللي هو الاسم هذا، تضغط هنا تختار البحث عنه، راح يبحث عن الحساب هذا. تمام، هاي طلع لنا هذا الحساب نفسه، اللي هو معطينا خيار 300 متابع. احنا راح نضغط على 300، نكتب 300 ونختار على هاي الكلمة. بمجرد ما نختار على هذه الكلمة يبدأ ينقص الأرقام، راح يوصل عنا المتابعين. مثل ما انتم شايفين أرسل 200، وحاليا هي طالما أجاني الكلمات هذه الأسامي اللي أجتني اللي هي بعتت لي فولو، هاي الأسامي. مثل ما انتم شايفين شباب طريقتين ناجحات ومضمونات، وراح يعني تستفيد منهم، وراح تضيف يعني يوصلك، راح يوصلك أقل شي باليوم أكتر من يعني 10,000. طبعا ميزة الموقع هذا بيختلف عن هذا، هذا الموقع بيبعت لك فوري على طول في نفس الوقت، لكن هذا الموقع بيبعت لك يعني شوي شوي، لأنه صحيح إنه بيخس هنا بسرعة لكن بيتأخر شوي شوي لأنه بيكون في ضغط. تمام شباب، هدول يعني موقعين رائعات، و يعني راح يفيدوا أي شخص يعني ممكن يوصل حساباته أو يوصل الحساب تبعه ل10K أو 15K. طبعا لو كان في صور عندي على الحساب، انا مش ناشر ولا صورة، لو كان في صور عندي على الحساب كنت يعني جربت لكم طريقة كمان اللايكات. طبعا طريقة اللايكات يعني مش صعبة جدا، او طريقة التعليقات، كل ما عليك انه يعني اداة القص، كل ما عليك انه انت تبحث يعني على اللي هو يعني رسالة صديق من ناحية لايك او حاجة، وتبحث عن اسم المستخدم أو يعني إذا بطلب منك رابط مثل ما بطلب في التعليقات يعني، وبتحط وبترسل. طريقة يعني مش صعبة، طريقة يعني بسيطة جدا. تمام شباب، لهون بكون يعني خلص شرحنا، وإن شاء الله تكون استفدتم من الشرح. طبعا هاي قناة الجريدة فارس محمد، إذا عجبك الشرح لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس اللي هو هذا، ولا تنسى تحط لايك للفيديو، وإذا استفدت من الفيديو بتمنى تعمل له شير لأصحابك أو على مواقع التواصل الاجتماعي. تمام، لعند هون بكون خلص شرحنا، كان معكم فراس محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.